أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله على آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة الزهراء وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة روحي العالمين ومن في الوجود لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كربلاء كربلاء كربلاء، زلت كربلاء وبلايا ما لقي عندك آل المصطفى. كم على تربك لما صرعوا دم سال ومن دمع جرى. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبايا، ليس هذا لرسول الله يا أمة البغي جزى سواه جزروا نسله جزر الأضاحي. الثاني أصعب من الأول تراها، اسمع. جزروا نسله جزر الأضاحي وساقوا أهله سوق الإمام. ميتان ميتان تبكي له فاطمة، مو أنا ولا أنت، ترى أعظم الوجود بكى عليه.
ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا وصريعا. قل وحسين انتهى وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد رداء. شي يقول الشريف الرضي؟ يقول لا تقولون ما غسلوا جدي، غسلوا كفنوا شلون؟ قال غسلوا بدم الطعن وما كفنوا غير بوغاء الثرى. تقلى يقولون يا ابن غسلاك فيض نحرى، والله نحرى وصار الترب يا ابن كافورك وسدرك. ما شوف هذه موجودة عندك ولا وفي قلوب أهل الولا محفوظ. قلبك موجود يولا ونعشك الخط صار راسك فوق هيلوح. أسألك إذا واحد توفى ما يسوون له فاتحة وعزاء؟ وين عزاء وين عزاء؟ لكن يا عقل العزاء مدري وين هو صار. يقولون زينب نصبة الماتم على كوار ليل ونهار تصيح يا شمامة المختار، يا ليتني وياك مدفونة يا مدفونة. جسد بعد الحسين وقف عند العباس. أريد أنا وإنت الليلة 13 ختام وياك نوقف وناخذ حوائجنا منه. وقف عليش قال له أنا السجاد يا عمي، جيتك يا قمر عدنان، قصدي أدفن الجسمك لا تبقى على التربة. جيت أنا من الكوفة دمعي يجري من العين، جيت أنا أبا واريك مثل ما واريت أبويا إحسان، لكن أنا والله محتار يا عمي شفوفك وين راسك؟ أدري في الكوفة بس في وينه الذرعة؟ اسمع الجواب. تحرك جسم ابو فاضي طلع صوته من نحرة، يقل لا تدري انقطعت شفوف اليمنى وال القافية الثالثة اريدها قوية ها. واذا انت تدورها ترى عند امي. بعد خل احط ايدك على الجرح، ادريبك انت تحب تسمع المصيبة. عنده سؤال ابو فاضل اسمعه. يقول لك قبل ما تدفن الجسم ابا اسألك وريد جواب. عن منو بيسألك؟ قول تستحي. يقول لك قبل ما تدفن الجسم بسألك وريد جواب. زينب صارت بيا حار من طحتها
خوفي ماتت علي وعلي قلبها ذاب من شافتني مقطع علي داير العدوى. يلا بشي بشي الليلة مالت الليلة هذه. يقول له زينب يا قمر زينب، قول ابي اسمعها منك. زينب يا قمر بعد مرة قول زينب يا قمر قوم الجور سلبوها ركبوها على الهزال وبالصياط ضربوها في مجلس ابن زياد. يا عمي بلي قناع دخلوها وديعة فاطمة وحيدر ترضى تدخل بديوان. بعد سؤال، شنو السؤال الثاني؟ يقول له جاوبني عن عضيد حسين شنهو حاله وامره اذكر يوم ودعت علي من كسور وحده ما احد وياه من رجاله ونصره بالخيام ما ظل وياه غير عليل والنسوة. جواب الجواب يقول له عن مدلل الزهرة لا تسألني يا عبا كفاية سهم المثلل صاب وخمد الأنفا شمر بالسيف حزن حرا وصدر بالخيوط. اصرخ 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 طلعها من قلبك الصرخة على الحسين. هكذا هكذا المآتم وإلا فلا بها صرخة بها شجرة يحبونها أهل. يلا ونتكم ونتكم هذه شفنا اليموت يجي يحفر لا القبر ويفصل ويفصل ضعيف ضعيف ما شفنا يموت يظل عريان ولي تلعب عليه الخيل عليه الخيل الله عادت الميت يحضروا لهله يحفر للقبر ذاك ينزله ذاك يجيب الجفن هذي فصله آه يا عادل ما جرت في كربلاء. شو تقولين انت يا اختي شو تقولين؟ قالت خويا من غسله حفر قبره ومن جاب كافوره وسدره يا بس الخيل تلعب تلعب عاد بين الناس لجنازة يشيعوها هذه سنة الإسلام للمقبرة يودوها بس حسين أبو السجاد
جثة بالخيل داسو ولكن الأمر لله وعلى ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. آمنا بالله، صدق الله علي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله. نسأل الله ببركات الحسين وألطاف أبي عبد الله الحسين عليه السلام أن يعجل فرج ولي أمرنا، وأن يشفي بيمنه وبركاته كل مريض، ويقضي الحوائج، ويسر الأمور، ويفرج الهموم والغموم ببركة الصلوات العاليات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من خلال الآية المباركة أتحدث عن الإطعام في مجالس سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. العلماء عندما يتناولون موضوعا هاما كموضوع الشعائر الحسينية يلتفتون على أن هناك دليلان يمكن الاعتماد عليهما في مشروعية هذه الشعائر الحسينية. الدليل الأول يطلقون عليه الدليل الخاص، والدليل الثاني هو الدليل العام، بل أن هذا التعامل يتعامل مع أغلب الأحكام. لعل هناك تصور خاطئ عند البعض أنه إذا لم يجد دليلا خاصا في مسألة معينة رأى بطلان ذلك الأمر، وهذا أمر خاطئ، لأن أكو أدلة يسمونها أدلة عامة يندرج تحتها بعض الأحكام وبعض الأمور. لما نيجي إلى الشعائر الحسينية ينطبق عليها نفس الأمر. هناك من الشعائر ما كانت ناهضة بالدليل الخاص، ومنها ما كان ناهضا بماذا؟ بالدليل العام. خلينا نضرب مثال الآن. مثلا أهم شعيرة في الشعائر شنو هي؟ البكاء على الحسين. البكاء على الإمام الحسين هو لب الشعائر وأساسها. البكاء ماذا دل على مشروعيته؟ النص الخاص: والحث من المعصومين على شنهم؟ على البكاء. واللطيف أيها الأحباء أن أهل البيت ما اكتفوا برواية أو روايتين، بل عشرات الروايات تكلمت عن فضل الباكين والبكاء على الإمام الحسين سلام الله عليه، بل عرضت لنا مضامين مشوقة ومثيرة لمن يبكي على الحسين. هل أعطيك رواية؟
مثلا الإمام الصادق عليه السلام عندما يتكلم عن الدمعة التي تجرى على الحسين، الآن لما تبكي على الحسين أتعرف ما هي قيمة دمعتك هذا؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: لو أخذت دمعة من دموع شيعتنا الباكين على الحسين وألقيت في النار لأطفأتها. هذه النار التي سجرها خالقها لغضبه ونقمته تطفئها دمعة من دموع الباكين على الحسين. اللهم ارزقنا البكاء على الحسين، لأن البكاء توفيق. لعل البعض تساءل: لماذا لا تتجارى دمعتي في المأتم؟ هذا يرجع إلى عوامل، ولكن أكتفي برواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ماذا يقول؟ وهذه رواية تحفظونها أنتم. يقول: ما جفت الدموع إلا بعدما أنقست القلوب، وما قست القلوب إلا لماذا؟ لكثرة الذنوب. كثرة الذنوب تسبب ماذا؟ تسبب قساوة القلب، وقساوة القلب تسبب ماذا؟ جمود العين. لكن قالوا: احنا نعطيك مجال آخر. ما هو؟ قال: التباكي، من بكى أو تباكى. ما معنى التباكي؟ قال: حث النفس على البكاء، أو التظاهر بمظاهر البكاء. يعني انت ما يقول دمعتك ما تجري، لكن تستطيع ان تطأطئ برأسك، تستطيع ان تلطم على رأسك، تستطيع مثلا ان تظهر نفسك بمظهر الكآبة والحزن. لذلك يقولون العلماء: ليكن شأنك في المأتم شأن بين شأنين، اما باك او متباك. هكذا ينبغي، اما ان تبكي، هذا نعمل عامر، وإن لم تستطع تبدله بالتباكي، وهو حث النفس على البكاء وإظهار مظاهر البكاء. وهذه الدمعة مثل ما قلت قيمتها عالية، قيمتها عالية. أتخطى ربيات سمعتها في شريطة الشيخ هادي الكربلائي رحمة الله عليه، حقيقة هذا الخادم الذي نستلهم منه حب الحسين. لم نرى، ولكن سمعنا عنه ورآه آباؤنا وأجدادنا. شو يقول عن هالدمعة؟ جات جميلة. يقول: لجلب اليمة تهلها يا الموالي دمعتك، ما تضيع تياه والرب وكل عليها ملك. بالقيامة هالدمعة بالقيامة بوسط قارورة محفوظة إلك، كل ما تبجي تصبونها هناك في ذيك القارورة. وهاي من الله كرامة لابن حمايل حمى. بالقيامة عند الله بيوم الحشر يعرضون هالدمعة عن النبي والوصي والزكي وأم الطهر، يجيبونها: يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا قدروا إش كثر يترتب لها الدمعة أجر، وإش قد لها كرامة من رب السماء. يقولون ما لها؟ يقولون ليش رخيصة؟ يقول الشيخ، يقول لا، يقول أكو شيء غالي ما يثمن. يقول ثمن لي؟ تقول والله مليون. يقول لا ما وفيت، تعطي سعر أغلى أغلى أغلى، ومهما تنطي يقول ما وفيت بحقه، لعله يستحق أكثر. ما لها؟ يقولون قيمة ولا ثمنها نقدره. لعد صاحبها خذوها. منو صاحبها؟ لعد صاحبها خذوها القطع بجد الخنصر. وحين ابو السجاد لدموعك يرى، يقول صاحبها الجنة يستحق المكروه. عندنا بعض الروايات تقول ان هذه القارورة توضع في كفة الحسنات فتكون اثقل من السماوات والأراضين. شاهد حتى لا نخرج عن حريم البحث. فلذلك هذه شعيرة ورد فيها نص خاص، ما نحتاج إلى الدليل إيش العام.
هناك بعض الأشياء ما ورد فيها دليل خاص، مثلا كهذا المجالس اللي بنيت، الحسينيات التي وقفت باسم الإمام الحسين، هل كان هذا متعارف عليه في عهد المعصوم أن يكون مكان فقط وفقط للقراءة على الحسين، أم كانوا يأتون إلى كل واحد يسوي مجلس في بيته؟ يقول هذا من وين استندنا إلى مشروعيته؟ قالوا استندنا إلى مشروعيته بالرجوع إلى الدليل العام. شو يقول الدليل العام؟ ومن يعظم فإنها شنه تقوى. وهذه المجالس ألا تعظم شعائر، فهي راجحة. تفتين مو بس بعض يقول ما في دليل، ما في رواية لا ما في رواية خاصة، أكو دليل عام، وهذا الأمر قس عليه أغلب الأشياء. نجي إلى الإطعام في مجالس الحسين. الإطعام هل هو يندرج تحت عنوان الدليل العام أو الدليل الخاص؟ نقول كلا العنوانين موجود في الإطعام في مجالس الحسين، دليل عام ودليل خاص. نجي للدليل العام. عندنا أدلة كثيرة حببت استحبابية إطعام الطعام، أن يطعم المؤمن إخوانه المؤمنين. أنا أستخدم لك بعض الروايات، مثلا عندما تحدث النبي صلى الله عليه وآله عن العلة التي اتخذ الله من أجلها إبراهيم شنه خليلا، إبراهيم خليل الله، عندنا عدة روايات. يعني يقول رواية قالت أن إبراهيم إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وآل محمد. رواية أخرى تقول إنما اتخذ إبراهيم خليلا لأنه كان يطعم طعام ويصلي الليل والناس شنه إن الرزق لمن يطعم الطعام يجي له رزق سريع. في بعض الروايات يطعم الطعام الله يوسع له ماذا في رزقه. بل العجيب ما هو العجيب إخواني؟ إن هذا الإطعام ثوابه، ثواب اللي يأخذه اللي يطعم المؤمنين فقط لمن يطعم المحتاجين والفقراء أم حتى غير المحتاج؟ قالوا حتى غير. الإمام يلتفت إلى أحدهم يقول له ما ضرك أن تعتق في كل يوم نسمة؟ قال وكيف مولاي؟ قال أن تطعم الطعام. يقول قلت ولو كان موسرا، هذا اللي أطعمه موسر عنده يقدر يعني هو يطعم نفسه؟ قال نعم وإن الموسر ليشتهي الطعام. فإذا إخواني إطعام الطعام أمر ماذا؟ مستحب وراجح، أمر مستحب وراجح، وفيه يعني من أسباب زيادة الرزق. شوفوا ذول الكرماء، كلكم كرماء، الذي يطعمون المؤمنين وكذا، شوف كيف الله يوسع لهم في أرزاقهم، فكيف إذا كان الإطعام في مجالس الحسين؟ شو يصير؟ راح يجيك الآن. فإذا أكو دليل عام هذا، أكو دليل آخر دليل خاص. رواية مطولة، ناجى الله موسى أو ناجى موسى الله فقال له يا رب بماذا فضلت أمة نبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله، بما فضلت أمة آخر الأنبياء؟ قال فضلتهم بكذا كذا. يقول إلى أن قال وفضلتهم بالعاشوراء. قال وما العاشوراء؟ قال البكاء والتباكي على الحسين صبطي رسول الله. مضمون دا أنقل حتى لحد شوية يدقق. ثم قال ومن أنفق في سبيله درهما عوضته عنه ب70. هذه رواية. رواية أخرى حتى نعرف من أسس شعيرة الإطعام، منه بدأ بها، تقول الرواية لما قتل الحسين في كربلاء ورجعنا الهاشميات إلى المدينة سوى الهاشميات. عندنا رواية أن ما اكتحلت هاشمية، ما وضعنا إلا بعد أن قتل المختار قتلته. بعد وكنا يلبسنا السواد والمسوح، يعني اللباس الخشن، حزنا حزن، يعني كأنما هذه المظاهر مظاهر شنو حزن.
وكنا يجلسن وينصبن المأتم وزين العابدين يعد لهن الطعام. يعني من اللي بدأ هذا؟ يعني هذا جاي هكذا أو أن هذا أمر وشيء أسسه الإمام السجاد؟ هو كان يعد الطعام للمعزيات. فلذلك لما تجي دعوة بأن يبدل هذا الطعام بشيء آخر نقول من اللي فاضل أن هذا أفضل وهذا تفتوا شوي الآن يقول ليش هالطعام اللي يبدل وكم أطنان ليش ما تعطى للفقراء المحتاجين أو لا بها؟ نقول له أنت على أي أساس حكمت أن هذا أفضل وهذا أفضل؟ هذا من تخصص هذا. إحنا مشكلتنا إن إحنا نقفز على التخصص. أكو شيء خاص بالعلماء هم اللي يفتوا في الموضوع. هذا مو أمر سهل إنك تقول ترى هذا أفضل. لا، يجي العالم فاضل، شوف إحنا عندنا مستحب وعندنا مستحب، هذا المستحب أفضل أو هذا؟ من وين أدري؟ قال يرجع إلى الروايات ويدور فيها ويشوف شنو أفضل. شوف مثلا بعد الصلاة شنو أفضل عمل بعد الصلاة؟ أحسن تسبيح الزهراء. من وين إحنا أخذنا أن تسبيح الزهراء أفضل عمل؟ قال من خلال الروايات المباركة. قال الإمام مثلا قال ولو كان أفضل منه لنحله رسول الله لابنته، لأن تسبيح الزهراء عبارة عن ماذا؟ عندما شكت له الزهراء كذا عمل قال ألا أعطيك شيء خير من الخادمة؟ قلت وما؟ قال أن تقولي بعد كل فريضة الله أكبر 34 مرة، والحمد لله 33، وسبحان الله 33 مرة. اللي عندنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه إن تسبيح جدتي فاطمة خير من 1000 ركعة. مستحب هذا التسبيح اللي لا يأخذ وقت من الإنسان. على ويش الدنيا رايحة وطارية؟ دقيقتين ثلاث سبح خل صلاتك شوية تأخذ وقت منك. فأنا عندما أفاضل مستحب على مستحب مو هكذا، أفاضلهم بالرجوع إلى الروايات. نقول كيف يقول هذا المدعي أن إطعام الإنفاق على الفقراء أولى من إطعام الطعام؟ بأي دليل؟ هل هناك فتوى تدل على ذلك؟ أم هو كما يقولون استحسان ذوقي؟ ثانيا ما الضير الجمع أولى من تعال احنا ليش على حساب الحسين؟ ليش كل شيء على حساب سيد الشهداء؟ أوليس للفقراء وجوه أخرى من وجوه؟ عندنا وجوه للبر للإنفاق، لماذا تتركز الجهود كلها وين؟ في عشرة عاشوراء قبل ما يهل المحرم تسمع أصوات يمينا وشمال كلها لأجل إضعاف هذه الشعائر الحسينية. أنت مثلا اللي تبخل على الحب بما يبذل على الحسين، أنت اللي جاي تتصيد في الماء العكر نقول لك أنت عيش فين؟ أنت ليش ما تقصر على نفسك؟ أنت ألا يرضيك جهاز بسيط تتصل به ما يتعدى 100 ريال؟ ليش تشتري بأغلى الأثمان؟ ليش هذا المبلغ تأخذه توديه فقراء؟ ليش أنت إذا بتأكل تأكل أحسن الأكل والطعام، مو أكل بمبلغ بسيط يكفيك ليش ما تأخذ توديه إلا على الحسين؟ إحنا مو نصلح شيء على حساب شيء، على حساب أننا نضعف شيء آخر. هذا له وجه وهذا له وجه. لذلك هذا الطعام يأكل منه الفقير القريب البعيد. أكو أناس ينتظرون متى حتى من خارج المذهب متى يجي هذا حتى يتبركون بطعام الحسين. هذا طعام مبارك. لعلي ما أدري قلت هذه القضية أم لا، أريد أختم بها. شاف موكب في احدى البلدان صلوا على محمد
قال له ما هذا؟ قال له موكب باسم الحسين والحسين قتل، حسين ما سبط رسول الله. قال له وما هذا الطعام ذا؟ قال هذا الطعام باسم الحسين. ايش قال؟ ايش قال؟ اسمع، قال ونحن نعتقد ان هذا الطعام فيه البركه، مبارك. كان عنده شاي يشرب منه، وهذا الرجل مريض توه طالع، قالوا له انت بعد مصاب فيك مرض وعضال وكذا. يقول فقلت، يقول اخذ هذا الشاي، قال ان كانوا على حق فارزقني الشفاء بهذا، يريد الشفاء من هالشراب. فعلا يقول ما شرب، بعد ايام يروح لا يرى اثرا للمرض الذي كان. فهذا الحسين، وهذه بركات الحسين، ونحن نعيش من خير الحسين. لذلك لا تقصروا في نصرة الحسين. الكون ينصر الحسين. 13 ليلة وانت جاي تبكي وتندب، خلي الحسين وياك في كل يوم، محدود بهذه الأيام، لعلك فعلا هذه العشرة هي الجمرة المتقدة تزيد، ولكن ليكن الحسين معك في كل يوم. يقول ما أقدر أجي مجالس صعبة، أقول أقلها أن تتجه ناحية كربلاء وتقول صلى الله عليك، دقيقة ما يأخذ حتى يكون لك ارتباط بالحسين دائم، أن كن على يقين أنك إذا أردت عزا دنيا وآخرة لا عز إلا معهم، مع الحسين. شوف شلون خدامه يرفعهم ويشيلهم ويخلدهم، كله بالحسين. وإلا منو يتصور ذاك الجسد المرمي على التراب بلا غسل ولا كفن؟ من يتصور أن هالجسد بيمر عليه ويصير ضريح تأمه الملايين من كل حدب وصوب يضجون باسمه يندبوه؟ خل أسولف لك عن الجسد وهياك، والله يعودك إن شاء الله. جسد الحسين يا شيعة صعبة أوصف أحواله، جسد لكن بلي راس قطيع يمينه وشمال، جسد من نور وتكون برحم الطاهرة الزهرة، وببهام النبي تغذى تربى في وسط حجرة، تالي بلو سادة يتوسد على وعلى حر الرمال ينام ونحر دموم سيالة. سامحنا على هالبيت عاد، يقول جسد من كثر دوس الخيل ما تتجمع ضلوعه، جسد والكبد مو وياه، وينها كبده بسهل منزوعه، الما صرخ الان. وعلى صدر الشريف اثار رفسه رجل مطبوعه، مثل جثة أبو اليمة يا يا ما شفنا ولا بنشوف، متوزعة بطع الرماح ومتقطعة بضرب السيوف، جفوفة مصدر النعمة ومنا قطعة والجفوف. أسألك أعظم مصيبة على جسد الحسين تدري شنو؟ فكر فكر شوية.
أشد مصاب على الجسد مو رضى ولا قطع نحره ولا سهم المثلث انشال من خرج أشد مصاب يا شيعة ذبح طفلة على صدره إمامنا ثلاث أيام مرمي على التراب بالشمس مطروحين وحزني عليه وما حد عنا من الخلق صلى جاء رجال بني أسد مع نسائهم أرسلنا النساء ليحضرن الماء ذهبنا النساء إلى المشرعة فمررنا بالمعركة فتداخلهن الذعر عندما رأوا تلك الأجساد الدامية بقول لك الجسد ما شفت عرفه يولا رأوا جسدا كأنه قطعة دم عرفته ورأوا جسد على المشرعة لا يمين ولا شمال ولا عطية الشفلة شفته ويا نسوان رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة شفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة أوصاله كلها مقطعة وتصبع أنوارة مقطوع حتى خنصرة من شف اليمين ما بتشاك الوصف اسمع الثاني بالشمس مرمي عالثره عريان مسلوق قلب العدو من شافته ينفت ويذوق اقول يولا مطعون بضلاعه وقلبه بسهام مصيوق يما رضيعة ونظن هذه جثة حسين عندك شباب عندك شباب يولا يما ولد مثل البدور جسمه يتلالى كثر الضرب والطعن ما غير جماله ما تنحص جروحه اللهم ارحم قلب كل أم تبكي على ولدها بعد وشفتوا بنو أسد نسوان قالوا شفنا شباب اعلى الثرى جفوفة خضيبة عريس جنة وزفت الذبحة قريبة الله يساعدها الفقدته وراحت غريبة ما ظنت بين العرس والذبح يوم بعد بعد عند حاجة وانا شفتوا بعد يا الله يا قطع مرايرنا جسد يا الشريعة قول لك كل ليلة أنا جابك لا تخليني الليلة خايب لا تطلعني وما تنقذ الحاجة قطع يا عمرايرنا جسد يم الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فجيعة حتى من الزندين جف أنا قطيع إذا فاتتكم النصرة لا يفوتنكم دفنه ودفن الأجساد قالوا نخاف قالوا أعطونا عمائمكم وخذوا مقانعنا تداخلهم الخجل قالوا نضع عيننا على الطريق جاءوا لجسد الحسين
أرادوا أن يرفعوا ما استطاعوا، قالوا ندعى ندعى ثم نذهب ندفن الأجساد وننظر أمرنا فيه. ذهبوا ولكن كيف يعرفونها وهي بلا رؤوس؟ وإذا بالذي أوقفوه على الطريق يقول تنحاو تنحاو إني أرى فارسا مقبل. أقبل ذلك الفارس أول ما وصل ذبب نفسه على الجسد وينادي أبا يا أبا أبا. ما جور على هالدمعة يا حبيبي، ما جور ما جور، ما أوقفكم على هذه الأجساد؟ قالوا جئنا للفرجة. قال الله حتى من دفنك يخاف الناس. قال ما كان هذا قصدكم، أطلعوني على ما في ضمائركم. قالوا جئنا لدفنها ولكن تحيرنا في أمرها. قال قوموا معي خط خطا بيد. قال احفروا حفروا دفن الأنصار، احفروا هنا دفن حبيب بن مظاهر، احفروا هنا دفن 17 جثة من بني هاشم. واي واي واي. ثم جاء إلى جسد المولى الحسين أراد أن يرفع، كلما رفع عضوا سقط الآخر لأن السيوف مضعت جسدا. أين الصارخون؟ أين الضاجون الليلة على ورد الزهرة؟ قال بني أسد عندكم قطعة مالية حصير حصيرة يعني؟ صار يجمع وصاله، جاب يمينه جاب شماله جاب خنصر المبتول. يقول بنو أسد إذ بنا نراه جاء بشيء يلمع، كلما مشى سقاط كلما غاد الشيء. قال هذه قطعة قلب أبي التي استخرجها السهم المذلل، ولي لم جميع وصال أبوه اللي انقطع واللي انهشى، حتى قطعات قلبه اللي استخرجوها. ساعده ساعده ساعده. حين ظهر على ابوه والله علم بحال بدال الكفان والتابوت لف بماري، أنزل أباه في القبر. أكو عاد أخواني أبائي إذا نزلوا الميت في القبور يقول تعال يا ولد يا أخو أقرب الناس إلى انزل، ينزل في القبور يكشف عن وجهه، يقبله في مواضع التقبيل إما على جبينه أو على خديه أو على ثغره. أسأل البجاية معايا وين قبل أبو محمد؟ وين في نحره المقدس وهو يقول أما حزني فسرمه فمسغد، أما الدنيا ففخذك مظلمة
وأما الآخرة فبنورك مشرقة. يقل أبويا أنا الصار بيا ما جربنا، أنا شفتك جسد بالخيل ينداد تال الوقت نزلتك بل رأس جسد والرأس صار اللب بجانب. قل لقض بالبكليل ونهاري مثلك ما شفنا مجفنينا، الأكبر دفن تحت رجلي الحسين. يلا هذا موضع حاجة، موضع حاجة. قال أسألك الدعاء مولاي أنت، عندي حاجة على بابك. وإذا بصوت من النايح يقل علي علي أبويا الطفل حط نحر على نحر. نحره على نحري لكن بهداي لا يذلك بجرعة يا ضخري دفن الرضيع على صدر أبي خرج من القاو كتب هذا قبر الحسين بن علي الذي قتلوه جانا. قال أبقي جسد وهو العليم؟ قالوا نعم بقي جسد عند المشرع. راح يمشي ويقع عم عباس، عم عباس سبونا ضربونا. يقول له يا أبو فاضل ترى زينب سبوها، يا أبو فاضل على الهزال ركبوها، يا أبو فاضل بالمجال استخلوا. دفن العباس أعلمهم بالقبور أراد أن ينصرف. قالوا بحق الجسد الذي ما أمرتنا أن نعينك على عمل منهج كشف عن لثام تزفر زفرة المصيوب بحزان نادى أنا ابن حسين المذبوح. لكن ما أدري وين راجع، أنت جالس مرتاح الليلة، لكن أسألك أسألك زينب وين قاعدة الليلة؟ جابوا لها كرسي وقعدت زينب لو قاعدة على التراب. تقول لابن أخي من أين أتيت وعليك آثار الغبار والتراب؟ قال عم للدو جئت من دفن أبي. بكت زينب قالت يعني ثلاثة أيام وحشان أخويا، ثلاثة أيام وحشان. عندي سؤال. اقعد اقعد أبو محمد اقعد، مش عندك عم؟ تقول له عم يا علي عندي وياك بس مشدة من عادة الميت يوسدو عالترب خدايا، شلون انفنت ابوك وراس ما ايه على هالدمعة وعلى هالحرارة. واحد من الشباب يقول بديت العشرة بهالبيت اختم لينها ونعمل نعمل ختام بعد هالدموع وهالنياحة، شتريد من الحزن؟
يا من أبكي من أذكر اسمه وبحياتي انت كل شيء. اطلب آخر ليلة اطلب اطلب منه. يا من أبكي من أذكر اسمه وبحياتي انت كل خاطري خاطري يا حسين أزورك من قبل ما يشيلنا أحمل بإيدين راية ويا هالمال. تحط إيدك على قلبك أقول له قلبي متلهي فتمنى بس لأرض الطف السافر أمشي واسمعها خدامك قولوا وتفر مشتاق وقلبي يكتب بدمعي رسايل متلهف أمشي بينك وبين أبوك فاضل واذكر مشي الحورة مشت من غيرك. ما غسلوه ولا لفوه فيه كفني يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية أدور وين ما منصوب ما تمليه واتعمى قبل ما يبدأ قاربني أسبق واجذب الوان ولو دمع قطع مجراه دمعي لا ما أقطع. تطلع أنت الآن من يستقبلك عند الباب يصافح كل محب بيده إحسان ويشكر أتعابه شكركم يشكركم يصافح كل محب بيده إحسان ويشكر أتعابه ولا ينسى لطم صدره والضجة على أحبابه وتدمع أنا من يقرأ يا حسين تناشدني على من تهمل العين كل البجاء واللاح والحسرة حبه بقلبي وتظهر بصبها دموع أنا مجبول في حبه ولا شوفه بطا خدت عفرايات مني أبكي على مصابايا كل صبح ومسيا أبكي وساعد على البجايا الزهرة لا زال تصرخ يا غريب. صل على محمد وآل محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر
إذا دعاه يكشف السوء يا الله. الحسين الوجه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه يا الله. اللهم عجل فرج ولي أمرنا يا الله بيمنه وبركاته اشفي كل مريض لكل حاجة يسر كل أمر عسير فرج عن كل مهموم فك كل أسير اطنب كل سجين انصر كل مظلوم من كان في المجلس طالب حاجة اقضها له بحق محمد وآله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين ولا تحرمنا في الآخرة من شفاعة الحسين يا الله. وإلى أرواح والدينا والديكم سيما مؤسس هذا المأتم والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها صلوات.